ورجعنا لحضراتكم مره تانية، وطبعا بعتذر ان كنت قلت ان الفقره الاولى هتكون للواء احمد عاصم، بس احنا رجعنا لترتيبنا الاساسي وبنبدا دايما معاكم فقره الصحافه. منورنا كاتب الصحفي المتميز محمد طلعت الهواري. صباح الفل. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. هنستعرض الاخبار وبعد كده ناخد تفاصيل كل خبر. الشروق صفحته الاولى، كابوس رشوه الزراعه يطارد وزراء محلب. الوطن الصفحة الأولى، الأوقاف على طريق الزراعة. الأهرام صفحته الأولى، الحكومة لن تطعن على حكم بطلان توزيع الدوائر. المصري اليوم الصفحة الأولى، عز خارج سباق البرلمان بأمر الإدارية العليا. الأخبار إعادة من صفحته الأولى، إعادة استكتاب طالبة صفر الثانوية أمام لجنة خماسية بالطب الشرعي. الوطن الصفحة الثالثة، الفلاحون يحرقون قش الأرز، مكابس البيئة لم تصل بعد. مصر اليوم صفحته الثالثة، مظاهرة سائقي التوك توك اعتراضا على الحظر. المصري اليوم الصفحة الثالثة، الخارجية، مصر تستضيف أكثر من نصف مليون لاجئ سوري لهم حقوق المواطنة. طيب نبدأ على طول، وطبعا جريدة الشروق الصفحة الأولى، كابوس رشوة الزراعة يطارد وزراء محلب. أنت إزاي شايف مشهد القبض على وزير الزراعة؟ ويمكن بيقال كمان إن في أسماء أخرى متورطة في القضية. في أسماء كتيرة وفي شائعات كتيرة جدا بتتقال على مدار الأيام اللي فاتت، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقد ان في العديد من الزملاء الصحفيين اللي سقط في فخ هذه المعلومات الوارده على شبكات التواصل الاجتماعي، بالاضافه الى ربما معلومات يعني بالبلدي اتزقت على بعض الناس عشان بعض المصالح، وشفنا ان في يعني امور كثيره جدا بتتقال خلال الفتره اللي فاتت. هذه المعلومات ربما قد تكون صحيحه بالمناسبه، ولكن في النهايه ليس دورنا كصحفيين ان احنا نكون ناقلين وخلاص لاي كلام بيتقال، لازم نكون عندنا درجه عاليه جدا من التحقق. الامر الثاني ان لازم يكون في جهات في الدوله، طبعا جهات موجوده، جهات رقابيه، هي اللي تتولى التحقيق في هذه المعلومات لاستبيان صحتها من عدمه. قصه وزير الزراعه، نعم هي خطوه جيده، ولكن بالنسبه لي الامر لا يتعلق ابدا بفساد وزير او مجموعه من الأشخاص، إذا كان بينهم إعلاميين أو مش بينهم إعلاميين، ولكن الفساد متأصل ومتجذر في عدد كبير جدا من مؤسسات الدولة، وأصبح منهجيا بحد كبير، ومش أنا اللي بقول الكلام ده، تقارير كتيرة جدا بتتكلم عن الشفافية والنزاهة بتتكلم عن هذا الأمر. وبالتالي مكافحة الفساد النهاردة لن تأتي بين يوم وليلة، ولكن مكافحة الفساد تحتاج إرادة سياسية. صحيح. الأمر الثاني، نعم هناك يبدو أن هناك بوادر لإدارة إرادة سياسية لمكافحة الفساد، طبعا احنا مبسوطين منها. يمكن الإرادة السياسية دي كانت واضحة وصريحة من الأول خالص، وهي فكرة محاربة الفساد احنا في مصر. كل ده كلام جميل جدا، ولكن بس كان فعلا احنا كنا مستنيين آليات التنفيذ. هنا بقى كمان محتاجين نسأل سؤال مهم. نعم الأجهزة الرقابية قامت بدور كبير جدا، سواء في كشف هذه القضية أو ربما في أمور أخرى زي مثلا قضية رشوة الخاصة بالنائب السابق حمدي الفخراني. صحيح. ولكن سؤالي للأجهزة الرقابية، وأتمنى أن حد يجاوبنا عليه، أين كانت التقارير الخاصة بكم قبل اختيار وزير الزراعة؟ ده كان سؤالنا كمان فعلا. ده الحقيقة سؤال مهم جدا. هو احنا جبنا الناس وبعدين شفنا هم فاسدين ولا هم فسدوا بعد ما دخلوا وزارة؟ إذا كان الحاجة الأولى فدي كارثة بكل المقاييس، إذا كانت المسألة الثانية فدي كارثة أيضا بكل المقاييس. يعني خلينا نقول على أي أساس بيتم اختيار الوزير لمنصبه؟ وأكيد بيبقى في تقارير أمنية عن أي حد جاي. ده شيء طبيعي جدا. بالظبط. وبعدين كمان في ظل الأوضاع اللي فيها مصر والحرب على الإرهاب، فالتقارير دي كمان بتبقى يعني أكثر صرامة وشدة و تعرف المؤلم بكتير. كمان إيه المؤلم والمضحك في نفس الوقت عن التصاريح اللي بتتقال على ألسنة الوزراء دول؟ دي المشكله، وهو ده مرتبط جدا بالخبر الاول والخبر الثاني، ان مثلا قيل ان وزير الاوقاف تم منعه من السفر، وان هو كان حيار بعثه الحج الرسميه، ولكن تم منعه من السفر لان هو متورط في قضيه من القضايا. صحيح. وخرج نفى هذا الكلام، ولم تخرج جهه رقابيه لتؤكد او تنفي هذا الكلام. انا سمعت امبارح في احدى البرامج التلفزيونيه ان هو اتكلم في التلفزيون وقال ان الكلام ده ملوش اي صحه، وان هو موجود في مكتبه. وهو وزير العدل نفس الحكايه، وزير التنميه المحليه نفس الحكايه، وزير التموين نفس الحكايه. ولكن اعتقد ان احنا محتاجين يعني برضو مره ثانيه، انا طلبت من هنا كتير قوي يا دينا. صحيح. انا عارفه والله ان احنا يكون في حاجه اسمها مركز دولي للمؤتمرات الصحفيه. المركز ده مركز صحفي، المركز ده وظيفته ان هو يوميا وعلى مدار الساعه يطلع يعمل مؤتمر صحفي، يدعي ليه كل الصحفيين ووسائل الاعلام المصريه والاجنبيه،
لتبيين او لاستبيان حقيقه الامور على الارض، لان صحيح. ما نتسابش احنا كمواطنين فريسه لوسائل اعلاميه ربما تفتقد الى الدقه والمصداقيه، او لوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا انت عارفه وسائل التواصل الاجتماعي الامور فيها بتمشي ازاي. صحيح. وبالتالي ده امر مهم جدا، لازم يكون في سرعه كبيره جدا في رد الفعل، لازم يكون في حزم فيها التعامل مع هذه الامور، لا نكتفي فقط ببيان يصدر من هنا او من هناك بان هذا الكلام غير صحيح، وفي نفس الوقت لازم الاجهزه الرقابيه هي اللي تطلع تتكلم مش حد تاني. مع احترامي يعني اذا كان في شبهات بتدور حول سين من الناس، فما ينفعش سين يطلع يقول ايه على فكره الكلام ده مش صحيح يا جماعه، مش متهم بحاجه. لا، مش انت اللي تقول انك مش متهم، الاجهزه الرقابيه والاجهزه المسؤوله هي اللي تطلع تقول انك متهم او مش متهم. هو ده اللي انا اعرفه الحقيقه. الامر الثاني والمتعلق بما نشرته جريده الوطن ان الاوقاف على طريق الزراعه، وان الجريده حصلت على مستندات تتعلق ببعض المخالفات الماليه من اداره التفتيش في وزاره الماليه. ده شيء كويس وشيء لطيف جدا ان احنا نعمل الكلام ده، ولكن هو ده دور مين؟ ده دور الصحافه ولا ده دور الاجهزه الرقابيه؟ احنا من ادوارنا كصحفيين ان احنا يكون عندنا دايما فكره الرقابه، ولكن هي رقابه اشبه بالرقابه الشعبيه مش رقابه رسميه. صحيح. لان المفروض يقوم بهذا الدور البرلمان، ونحن ليس لدينا برلمان في الوقت الحالي، وربنا يسهل يعني يبقى عندنا. الامر الثاني هو فكره ان الرقابه غائبه الى حد كبير، ولكن تتحرك بموجب قرارات. كانت هناك العديد من اللجان واللجان 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 والمسودات والمشروعات القوانين والقوانين والقرارات والتوصيات فيما يتعلق بمكافحة الفساد على مدار العشر سنين الماضية. صحيح. ولكن لم تكن هناك الإرادة الحقيقية لتحريك هذا الملف، وحتى في أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وده شيء معروف يعني أنا مش جايبه من عندي، ولكن كان بيتم تحريك مثل هذه الملفات بأوامر لامتصاص غضب الرأي العام فترة من الفترات، إن احنا نقدم من وقت للتاني كبش فداء. أهو يا جماعة احنا بنحارب الفساد، فأرجو إن ما يكونش هو ده اللي احنا بنشتغل عليه. لقد هرمنا من أجل مكافحة الفساد، احنا عايزين مكافحة حقيقية للفساد وآليات وطنية حقيقية لمكافحة الفساد. الأمم المتحدة كان ليها إسهامات في الموضوع ده، وفي ورش كتيرة جدا اتعملت في مصر، وعندنا خبراء مصريين حقيقيين في هذا الأمر، يجب الاستعانة بهم. أما ما تنشره جريدة الوطن فأعتقد أن الأولى بدل من نشر هذه المخالفات على صفحات الجرائد كانت تقدم مباشرة إلى جهات التحقيق والرقابة لاتخاذ ما يلزم شأنها. خلينا نروح للأهرام صفحته الأولى، الحكومة لن تطعن على حكم بطلان توزيع الدوائر. الانتخابات البرلمانية وما يسبقها من قرارات. والله بص يعني أنا بقيت كل ما بسمع كلمة الانتخابات دي بضحك. أيوة. يعني فاكرة فيلم أحمد حلمي لما كان بيقول له خمسة بتضحكك؟ فأنا بقيت لما بسمع كلمة الانتخابات دي بقعد أضحك. أنا مش عارف هي في انتخابات ولا لأ. هو المفروض لأ، إزاي بقى يا محمد دلوقتي في المفروض تقديم أوراق يعني ما هو إيه؟ ما هو الموضوع مطول شوية معانا يبدو ذلك يعني. في كل الاحوال ان المفروض ان لجنه الاصلاح التشريعي كانت مجتمعه امبارح واول امبارح علشان تدرس الحكم اللي طلع اللي خاص ببطلان توزيع الدوائر في قنا والقاهره. الخوف بس من حاجه، يعني دلوقتي الحكومه بتقول انها مش هتطعن على الحكم ده. طيب بعدين يعني ما الحل؟ هل هنقدر نوصل الى توافق معين وهنعدل في القانون وبعدين رئيس الجمهورية يصدره وبعدين يتم العمل به، بعدين كل الإجراءات اللي حصلت بتاعة التقديم أوراق المرشحين والكلام ده هل هتتعاد تاني مرة تانية؟ وموضوع الكشف الطبي هل هيتعاد تاني مرة تانية؟ وبعدين ده هياخد وقت قد إيه؟ وهيستهلك من موارد الدولة قد إيه؟ علشان نبدأ نفكر ونجهز الانتخابات إمتى؟ أنا شبح المحكمة الدستورية بس هو اللي بيطاردني. بالظبط، هي بقى دي المشكلة. صح؟ إن إحنا هنصل في النهاية إلى إن هذا البرلمان سوف يكون سهل الطعن عليه جدا من أكثر من زاوية. مش عارف بقى ايه المشكله، هل كان في استعجال؟ هل كان في ناس قعدت تحط القوانين دي بالشكل المعيب ده علشان توصلنا للنفق المظلم ده؟ ونرجع مره تانية ما كانش في حوار مجتمعي قبل، والحوار المجتمعي والقوانين برضو بتطلع من غير ما حد يبص فيها. وكان خبراء دستوريين كثيرين جدا لما حصل ان المهندس ابراهيم محلب عمل لقاء بالاحزاب قالوا ان الحكومه سمعتنا ولكنها لم تنصت لنا، واعتقد ان هيكون النهارده من ضمن الفقرات الاستاذ حسين عبد الرازق نائب رئيس حزب التجمع، واكيد هيكون عنده وجهه نظر قويه جدا في الموضوع ده. الحكومه مش شايفه احزاب تتعامل معاها، الحكومه بتعمل اللي هي عايزاه، وبعدين هي اللي بتتحمل الوزر في النهايه، ولكن في النهايه خالص الوزر لا تتحمله الحكومه وحدها، ولكن كلنا بندفع الثمن. صحيح. فنتمنى في اسرع وقت ان يتم انجاز هذا الامر، واعتقد انه لو الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج وقال ان الانتخابات ميعادها كذا، اعتقد هتلاقي الناس كلها
بتجري علشان تخلص هذا العمر. البلد دلوقتي لازم تمشي بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني فكره دي مشكله يعني بقت فظيعه. يعني توجيهات السيد الرئيس، توجيهات السيد الرئيس، تصريحات السيد الرئيس، توجيهات السيد الرئيس، يعني الفكره نفسها الرئيس عبد الفتاح السيسي اكيد عنده يعني على اجندته الخاصه الكثير والكثير والكثير. خلينا نتفق ان هو مش مسؤول عن الكلام ده بالمناسبه. يعني هو المفروض ان كل وزير، يعني مثلا وزير الصحه او المهندس وليم محلب، بدل ما تقعد تلف على المستشفيات، لما سيادتك تلف على المستشفيات، ومين اللي هيحط السياسه الصحيه للبلد؟ يعني حاجات بهذا الشكل. يعني في كل الاحوال في كلمتين ممكن يهدموا اي دوله، هي فكره كله تحت السيطره. أيوة. وفكره بتوجيهات السيد الرئيس. وده بيوصل الى جمله ثالثه اصعب بكتير جدا، ان المواطن يقول ما هي اصلها مش بلدنا دي بلدهم. فنتمنى بس ان الحاجات الصغيره دي مع الوقت بتكبر وبتبقى حاله غضب عام، والغضب العام الله اعلم لو حصل حاجه إيه؟ بعد كده ايه اللي ممكن يحصل. خلينا نروح لمصر يوم صفحته الاولى. عز خارج سباق البرلمان بامر الاداريه العليا. المحكمة الإدارية العليا حكمت، يعني لغت، هو كان مقدم طعن على قرار خاص بعدم ترشحه في الانتخابات، وفي النهاية المحكمة لا أقرت الحكم اللي قبل كده وقالت إن هو مش من حقه إن هو يترشح للانتخابات. ولكن ده يدفعنا إن احنا نتكلم شوية على الوجوه القديمة اللي ممكن تنزل في الانتخابات. أنا بالنسبة لي أحمد عز ما يفرقش لو نزل انتخابات أو ما نزلش. في عدد كبير جدا خلاص يعني. في عدد كبير جدا من الناس المحسوبين على الحزب الوطني المنحل نازلين الانتخابات. يمكن محامي كمان احمد عز بيقول انه موكله بريء، فمن حقه ان هو يتقدم للترشح مره اخرى للبرلمان. بغض النظر عن اي حاجه، بس لسه في اوريدي قضيه شغاله، مثلا قضيه التنميه الصناعيه مثلا شغاله، تراخيص الحديد دي قضايا لسه شغاله، يعني ما اتقفلتش. في كل الاحوال ان رجال الحزب الوطني عائدين بوجوه اخرى، مثلا بوجوه اخرى، بوجوه جديده، مش شرط احمد عز. يعني احمد عز مجرد شخصيه معروفه، انما في غيرهم كتير جدا مش معروفين. مفيش مشكله ابدا ان احنا نفصل مرشح على مزاجنا عشان يعمل اللي احنا عايزينه. الانتخابات اللي جايه هيحكمها المال السياسي بنسبه كبيره جدا، وده راي خبراء كثيرين جدا موجودين، وبالتالي اكثر ناس لديهم الخبره في هذا المجال الاخوان المسلمين والحزب الوطني المنحل. اي نعم حزب النور بيحاول يخش في اللعبه، ولكن في كل الاحوال انا برضو في حاجه لسه عامله لي علامه استفهام كبيره جدا، فكره ان الدستور المصري بيقول ان مفيش احزاب على اسس دينيه. يعني ما احنا برضو هنرجع تاني لفكره تفعيل القانون فكره الاراده. يعني انا برضو بحييك للمره الثانيه انك لسه فاكره الدستور والله. ولكن في كل الاحوال لازم الناس تفعل الدستور ده، لازم يكون في تفعيل ليه على ارض الواقع، ولازم يكون في اراده سياسيه حقيقيه. لازم كمان الشعب المصري من ناحيه ثانيه، يعني لازم ما يبقاش فريسه سهله في ايد احزاب بتضحك عليه بالفلوس، او بتضحك عليه بالزيت والسكر، او بتضحك عليه باسم الدين او بغيرها من الامور. وكمان الدواء بتاع الكبد. الناس يعني الناس بقت عارفه دلوقتي الموضوع ده كويس جدا، ولكن لما الناس يبقى سهل انها تضحك عليها من المداخل دي، ده معناه ان الدوله مش قادره تسد المداخل دي على الناس، وبالتالي سهل ان اي حد يقدر يجتذب الناس في هذا الامر. خلينا نروح الاخبار صفحته الاولى. اعاده استكتاب طالبه الصفر الثانويه ومريم ملاك طبعا امام لجنه خماسيه بالطب الشرعي. موضوع مريم ملاك ده برضو عامل زي الانتخابات بالنسبه لي. لا، وموضوع كومبليكيت قوي ومتشابك جدا، والموضوع ايه، ما حدش بقى عارف. يعني الناس تطلع في يوم تقول والله البنت بريئه، وتطلع في يوم تاني يقولوا لا ده الوزير هو اللي بريء. يعني في كل الاحوال احنا امام وزير، وهو وزير التربيه والتعليم، لا يرغب اصلا في التعامل مع الاعلام، ولا بيتكلم مع الاعلام، ولا عايز يتكلم مع الاعلاميين. هو عنده 2-3 بيعرف يتعامل معاهم، اللي هم طبعا بيقولوا له ان انت اعظم وزير في الدنيا. وعندنا مشكله البنت تم طرحها بشكل اعلامي كبير جدا. في النهايه برضو جهات التحقيق هي اللي هتحسم هذا الامر. في النهايه البنت ليها حق ام ليس لها حق. ازمه مريم ملاك وصلت لنا نقطه مهمه جدا، وهي فكره من انعدام الثقه في المسؤول. ايا كان المسؤول، هو كذاب، هو انا ما بثقش فيه. ده الحاله العامه اللي موجوده. اعتقد ان الدوله محتاجه تدرس الكلام ده كويس جدا، انه ازاي نقدر نرجع تاني فكره الثقه في المسؤول. والثقه دي لن تاتي من فراغ. يعني انا مش هعمل حملات لتجميل سياده المسؤول علشان الناس تثق فيه، ولكن سياده المسؤول ده لازم يكون اصلا تم اختياره بعنايه، لازم يكون بيشوف شغله، لازم يكون في وراه جهات بتشوف هو بيشوف شغله ولا لا، رقابه عليه، وفي رقابه عليه، علشان في النهايه خالص المسؤول ده لما يحقق المصداقيه اللي هي عمل على الارض، المواطن هيبقى هو مش المفروض البرلمان دوره كمان مراقبه الحكومه؟ البرلمان برلمان؟ ان شاء الله مفروض يا احمد. ما انا فاهمه ان شاء الله يعني، بس بتكلم
ان ده دور من ادواره يعني. هي مراقبه الحكومه يعني. اكيد اكيد اكيد. ماشي. ان شاء الله. بس ده اللي كشف عنه بجد موضوع مريم. الحاجه الثانيه المسؤولين ما بيحبوش يتعاملوا مع الاعلام. ده ما حضرتك مسؤول. انا اما دي برضو بالنسبه لي علامه استفهام يعني كبيره جدا. يعني ايه مسؤول مش عايز يتعامل مع الاعلام؟ احنا حضرتك مش شرط ان احنا كل يوم نسبح بحمدك يعني. ما احنا لازم نقول ان في سلبيات بتحصل. وبعد كده المشكله كمان هي مش احنا مش عايزين اخبار شخصيه يعني. احنا عايزين لا خالص يعني. اصل برضو يا جماعه في الناس بس لازم تعرف ان الاعلامي ده مش موظف علاقات عامه عندك في الوزاره. لازم يقول اللي انت عايزه يعني. ما في النهايه لازم اجيبك واسالك. لازم اجيب الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي واساله ايه القرارات اللي انت خدتها دي وليه ما طلعتش وضحت القرارات دي وليه سبت مصر كلها بلبله لمده 10 ايام قبل ما تطلع تتكلم في الجرايد وتقول يا جماعه انا ما استثنيتش حد بالونات اختبار تاني احنا لسه تختبرونا يعني احنا يا جماعه اطفال رضع مخطوفين يعني ولا ايه الموضوع بالظبط يعني. الحقيقه المسؤولين محتاجين دورات تاهيليه اصلا ازاي يتعاملوا مع الاعلام ازاي يتعاملوا مع المواطن ازاي يتعاملوا مع الموظفين ازاي يدير وقته ازاي يدير الناس اللي تحت ايده. كل دي مهارات لازم تكون موجوده عند الناس ولو مش عندهم الحكومه توفر لهم ورش في الموضوع ده. محمد النهارده يعني اوكي. طيب خلينا نروح على الوطن صفحته الثالثه. الفلاحون يحرقون قش الرز ومكابس البيئه لن تصل بعد. دي مشكله كل سنه. كل سنه. كل سنه فعلا بالظبط. احنا كل سنه عندنا ايه انقطاع الميه وعندنا انقطاع الكهرباء بالظبط. انقطاع الكهرباء وعندنا قش الرز. ايوه. وربنا يستر السنه الجايه ما بقاش عندنا برضو صفر مريم ملاك. يا رب. لكن في كل الاحوال ان المكابس بتاعت وزاره البيئه الفلاحين بيقولوا انها اتاخرت. وان احنا لسه بقى مش هنستنى المكابس دي عشان نروح نحرق الرز. يعني في منظومه متكامله لازم تبقى شغاله يعني. ما هو لازم الفلاح ده يا جماعه جزء من المنظومه الزراعيه. فبالتالي يا سياده وزير البيئه اقعدوا ناموا مع السيد وزير الري مع السيد وزير الزراعه. طبعا مفيش زراعه دلوقتي هو وزير هو اللي بيتولى الوزاره. ولكن اقعدوا مع بعض كده مع الفلاحين او من يمثلهم او المزارعين بتوع الرز بشكل خاص جدا وابداوا اشوفوا هتحلوا الموضوع ده ازاي مع بعض. انما في النهايه خالص انت مش هتيجي تقول لي لو حرقت رز انا هولع فيك وهديك غرامه مش عارف 10000 جنيه وهحبسك 6 شهور وحاجات بالشكل ده. صحيح. ما انت لازم في النهايه خالص قبل يعني زي برضو بالظبط قانون المرور اول ما نزل فاكره ايام حبيبي العدلي لما قالوا مش عارف الحزام والمش عارف. أيوة ايه بالزبط. وعقوبه الانتظار في الممنوع 1000 جنيه. طب يا سيدي الاول وفر لي جراج اول يعني وفر لي مكان الانتظار بعدين حاسبني لما ما ركنتش هناك. هي بقى دي نفس المشكله. حضرتك وفر لي المكابس الاول وبعدين اعمل عليها غرامه لما تلاقيني بحرق بره مكابس القش اللي انت جايبها لي يبقى اعمل عليها الغرامه. فالمنظومه كلها محتاجه مراجعه محتاجه ان يكون فيها المواطن بقى يبقى شريك في اتخاذ القرار علشان نقدر في النهايه يتجاوب مع القرار ما يروحش يحرق الرز ويعمل مشاكل مع الناس كلها. الكاتب الصحفي المتميز محمد طلعت الهواري. انا ببقى سعيده جدا يا محمد وانت موجود معايا بجد في الصحافه بستفيد واتمنى كمان الساده المشاهدين يكونوا استفادوا معانا بتفاصيل الاخبار لانك بتشرحها لنا بطريقه مبسطه جدا. وبس النهارده انت كنت يعني يعني حلو ظريف. بصي احنا بس محتاجين والله يعني والله 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 ما فيش حد مننا عايز اكتر من ان البلد تكون كويسه. صحيح معاك حق طبعا. انا نفسي بس الساده المسؤولين انا دايما بتحرك انا بركب التاكسي وبركب التوك توك وبركب الاتوبيس وبركب الميكروباص وبقعد على القهوه البلدي وبقعد في الكافيه وبقعد في كل الحاجات دي. يا جماعه ارجوكم انزلوا اسمعوا الناس بتقول ايه في الشارع. شوف الشاب بتاع التوك توك ده اللي حضرتك عايز تلغي التوك توك شوف الاول هتوفر له بديل ايه يعني. ما صحيح. ما والاسعار يعني كمان في زياده رهيبه كمان. اسمعوا الناس بس انزلوا اسمعوا الناس. زي ما بتعملوا كده حملات مفاجاه على المستشفيات وبيكون معاكم كل وسائل الاعلام وانتوا رايحين مفاجاه بسم الله ما شاء الله يعني. انزلوا بس اتفرجوا على القهاوي وشوفوا الشباب بيقولوا ايه على في الشوارع واركبوا مع السواقين واسمعوا كلمه بقالي كتير ما سمعتهاش شباب مصر. خلينا نتكلم في القصه دي بقى عشان نحط همي على همك. طيب خلينا نروح لفاصل سريع. بشكر مره ثانيه الكاتب الصحفي المتميز محمد طلعت الهواري وهو سكرتير تحرير جريده مصر اليوم. بشكرك جدا يا محمد واتمنى لك يوم سعيد. وخلينا نروح لفاصل سريع ونكمل معاكم باقي فقراتنا من نهارك سعيد. شباب مصر.